رحلة البحث عن حطب التدفئة، رحلة ترهق نساء القرى النائية بدنيا وزمنيا، فقد يطول البحث إلى نصف نهار أو أكثر لما يحظى به الحطب من قيمة ترتفع مع كل فصل شتاء. نعاني كثيرا من هذا العبء الثقيل. أبناؤنا أيضا يعانون من مشكل النقل لمدارسهم. معاناتنا صعبة ولا تحتمل. تلمي من أكثر قرى جهات درع عزلة. أسرة بن حدو تعيش في وضعية صعبة. ضعف المداخل يؤرق رب الأسرة، مثلها مثل أسر تقتات على الدفء بسبب قسوة مناخ المنطقة. منزلنا عبارة عن غرفة واحدة، حتى البهائم تجاورنا في المبيت. مواردنا ضعيفة لقلة العمل، وظروفنا قاسية جراء البرودة. الناس كيتكرفسوا بزاف هنا، بزاف ديال المشاكل. الدراري ديال المدرسة كيتكرفسوا، حتى هما كيمشيو 17 كيلومتر 15 على باش كيليضوا البرد. المنطقة فيها الثلج، فيها مشاكل، وشي مرأة إلا بغات تولد ولا شي حاجة ما كتوصل للسبيطار حتى تموت. بيننا وبين الوردة زادت 200 كيلومتر، وراك شتي الطريق ديال لابيست، واخا تجلس لابيلانس ما توصلش حتى يفوت الفوت. توجد جماعة تيلمي في أقصى شمال إقليم تنغير، تنخفض بها درجات الحرارة إلى أدنى الدرجات لارتفاعها عن سطح البحر بألفي متر. ضعف البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية يؤزم وضعية القرويين، خصوصا كبار السن والأطفال. سيكون الصباح البرد بزاف، تنضطر أن نشعلوا الحطب باش انهم يسخنوا، وكنت تحمل لك الدخان رغم انه ما كانش الفرن وما كانش ما كيوصلش حنا الحطب ديال الوزاره، ما كانش المناطق نهائيا. وكان المشكل ديال انه ما كانش المراحيض، ما كانش الماء، ما كانش الضوء، ما كانش السور، والبنايات هشه، ويعني كتقطر في ملي تيكون الشتاء. السمه ديال الفقر وديال الهشاشه فهي الطبع يعني الكلي الذي يطغى على الجماعه باكملها، وليس هناك اي يعني اقصاء لاي حد، واي بل يعني الجماعه تعمل ما في جهدها ووفق الامكانيات المتوفره لها من اجل يعني الرقي بالمستوى المعيشي للساكنه. جمالية صور الأطلس لا توازي حياة ساكنيها ممن يعيشون على الدفء وبعض الضروريات إزاء الظروف الصعبة. قبل أيام كانت المنطقة مكسوة بالثلوج التي عزلتها عن باقي الإقليم، كما في إغيلم جون، إيمينولون وغيرهما. سكان عزاؤهم أنهم يعيشون في فضاء أرحب ويتطلعون إلى أفق لا حدود له.